وقع اخويا نهار اثنين في عشيه، حتى هي كتطلق مع الاخت ديالي اللي فقدت الحياه ديالها، كتطلق مع راجلها. فاش هي دات البنت جا هزلها البنت ديالها من الدار داها لها، انت نصونات عليه قالت له كيفاش عطيني بنتي، قال لي خصك تجي عندي. مشات عنده قالت لي كتقول لينا هي مشات عنده حرقها، حنا مشينا لقيناها محروقه، انا وصلت هزيتها في لابيلونس وجدتها الحاله ديالها في خطر، دخلتها للمستشفى قال لي في خطر، ما محال تقدر تعيش تقدر ما تعيش، حط كب عليها ليسونس وشعل العافيه. تجينا لقيناها كتحرق محروقه، هزيناها ديناها في لابيلونس، دينا لسيدي قاسم، دفعونا لهنا لكازا، ايوا دخلنا للسبيطار. قال لك شوف تعيش ولا ما تعيش. اليوم ديجنا نهار الخميس، نهار اثنين في الليل، اليوم صباح الاربعاء ما جاتش. نطالبوا بحقوق هذه المراه، هذه راها معدين عليها دوك الناس، كيمشيو كتشي كتدفع شيكيات للمخزن، كتدفع سيرفاتيكات للمخزن، والو كيرفضوا هذاك الشيء، كيمشي هو عادي كيدور، ما كاين حتى شي حاجه. بحال السيد راه عايش عادي، ما عنده ولاد، ما عنده حتى حاجه، عندها مع خمسه د الوليدات، وهي دابا خلات واحد التويميين، يلاه زادوا عندهم شي خمس شهور ولا اربع شهور. امها ما عندهاش، والديها ما عندهمش، ماهي عم شلعي جالسه شاده الرحبه، هو جالس كيدور عادي، هو سبب لها في المود ديالها، باش يبقى هو شاد العادي ديالو، باش يبقى شاد الاستراحه ديالو مزيان، ياخذ اللي بغاه ويتزوج كي بغاه. هي خطات بلاصتها اخيرا ان شاء الله. الشيء اللي كنطلب، كنطلب على المسؤولين نشوفوا مع هذه السيده هذه، هذه البنت هذه اختي، راه اليوم اختي وغدا اختكم. كنطلب على المسؤولين يشوفوا مع الحاله ديالها، راه ما كاينه حاله، عطاوها حقها.